والله رحمه كان طيب الحاجه الوحيده زعما اللي كنا كنتمناو اغلب الفنانين يجيو يحضروا ليه، لانه هو فنان عطى للوطن عطى للبلاد وعطى فكنا كنتمناو نشوفوا فنانين يعني من غير كيف ما قلت لك الدكتور مسعود بوحسين رئيس النقابه اللي دار اكثر من جهده، المخرج انور جندي اللي اليوم دار موقف رجولي باش نخرجوه من الكلينيك. ف يعني بصراحه شكرا للسيف النيش، وكنشكر الناس اللي وقفوا معاه، من الناس اللي ما وقفتش معاه الله يجازيهم بخير. هذا ما نقول، انا كلمه حق خاصني نقولها بحق هذا الرجل، هذا اللي كان الاب ديالي، يعني الاب ديالي اللي تبناني فنيا، والاب ديالي انا فقدت بابا وكان عندي بابا ثاني اللي هو محمد خدي الله يرحمه. رحيم اللي غنقول بعدا، اولا ان لله وانا اليه راجعون. سي محمد خدي مسكين الفنان كان صديق ديالنا، صديق الزوج ديالي، كانوا دائما دايرين ثنائي هو محمد رشدي. انسان طيب، انسان داخل سوق راسو، فنان اعطى الكثير ما خداش حقه مسكين، لا في الحياه ديالو ولا في الممات ديالو. يعني كنحس بواحد الحسره ملي كنشوف هذه الجنازه في غياب ما كاينش يعني جوج ممثلين ولا ثلاثه، يعني حرام. ولكن كنتمنى ان مقامه يكون عند الله سبحانه وتعالى احسن، يعني تلقاه ملائكه الرحمه، يتلقاوه يعني يكون متواه الجنه. اش غنقول لك، الله يرحمه، انا لله وانا اليه راجعون. يعني هذا الميدان راه ما كاينش ثقه، انت كتشوف اخر لقاء اخويا كنت جيت لعندو للدار من بعد المرض ديالو الاول، جيت لعندو لهنايا للدار شفتو. ايوا مسكين اش غنقول لك، فرح وتفكر المرحوم وقال لي الله يرحمه نجات راكي غاده فواحد الطريق وكبرتي وليداتك وحافظتي يعني على الزواج ديالك وبقيتي غاده في طريق مزيان وداك الشيء، وتيشكر فيا تيقول لي الله يرضي عليك. فرح مسكين، هذا هو زعما دابا اخر كلام بيني وبينه. هاد المرضى الثانيه ما سقط ليش الاخبار مسكين. السلام عليكم، اليوم تنحضروا الجنازه ديال الراحل الممثل والمخرج المسرحي القدير السي محمد خدي. والراحل الله يرحمه كان محبوب لدى الجميع في الاوساط ديال الحي، وكان صديق جميع الفئات العمريه، وكان الله يرحمه تيتمتع بواحد الحس فكاهي ما تيخليكش تحس بالملل وانت جالس معاه، وكان كريما في خلقه وفي افعاله، وعطى المسرح المغربي وكان من الرواد ديال المسرح المغربي واحد الاعمده الاساسيه ديال المسرح المغربي. واللي لاحظته اللي علمني اليوم هو ان الغياب التام ديال الفنانين ما عدا الممثله الوحيده اللي حضرت هي فاطمه احرار. حنا بغينا نفهموا هذا الغياب التام ديال 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 الفنانين، واش هذا السيد ما كانش ينتمي لهذه الفئه ديال الفنانين ولا ما فهمنا حتى شي حاجه. المهم الراحل كان مثل ذلك البلسم اللي تتحطوا على الجرح ديالك وتبرى. كان صديق الجميع والله يرحمه، وتغمد الله الفقيد بوسع رحمته. خويا كاين البعض اللي كاين غياب ديالهم، ما كاين البعض اللي حاضر وكاين البعض اللي شوف اللي داخل سوق راسه واللي ما كيقلبش، اللي ما كيعيطش، اللي ما فهمتي، اللي ما كيعيطش المخرجين انا ديروا لي صابوا لي، راه ما كاينش كيديها فيه. وكاين اخرين يعني بطرق اخرى كيخدموا، حنا ما بقيناش كنفهموا شنو خصك يكون عندك، شنو يكون عندك باش تخدم، ما بقيناش عارفين شنو، واش الكفاءة، واش يعني الناس أكفاء ما كيخدموش، يعني الموهبة الناس موهوبين كيعطاو الكثير ما بقاوش خدامين، ما عرفناش. أنا بالنسبة لي الله يعفو عليا من هذا الميدان، الله يبعدني عليه، لأن ما فيهش ثقة. أنت كتشوف مسكين عطاو في الآخر ما خداش حقه، لا في حياته ولا في الممات ديالو. المهم الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة، وإنا لله وإنا إليه راجعون.